الجديد شديد عبارة سودانية خالصة كتبت في مكان قد لا يخطر على البال. فإذا فتحتم الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على فيسبوك ونزلتم قليلاً إلى الأسفل ستجدون عبارة الجديد شديد مرفقة بصورة نشرها النادي لاستعراض قميصه الجديد للموسم المقبل. ظهر فيها هداف الريدز الدولي المصري محمد صلاح. ليفربول اختارت العبارة السودانية ضمن حملة ترويجية لقميصه الجديد، نشر فيها مجموعة من الصور للاعبيه وهم يرتدونه، فيما أثارت تلك اللفتة تفاعلاً كبيراً لدى السودانيين على مواقع التواصل، خصوصاً أن للنادي الإنجليزي العريق مكانة كبيرة لدى شريحة واسعة من مشجعي كرة القدم في السودان، لدرجة أنهم أنشأوا رابطة مشجعين خاصة بهم ولديهم حساب رسمي على فيسبوك.